شهر ونص تقريبا بلشنا الاعداد، بلشنا التحضير. التحضير يعني مشي بشكل جيد، الاعداد يعني ضمن الامكانيات المتاحه اعداد جيد. غياب اللاعبين بالمنتخب الوطني خلال الفتره ان كان الاولمبي او الاول اثر علينا من ناحيه تواجدهم معنا، من ناحيه المباريات الوديه، من ناحيه الانسجام. تعرف في لاعبين جدد بالفريق، طبعا الفريق بتنتظره استحقاقات ان كان الاتحاد الاسيوي او الدوري او الكاس. لهيك نحن بحاجه لمجموعه كبيره من اللاعبين. تعرف في اصابات، في حرمانات، في غيابات، ممكن تواجد يعني اكثر من لاعب بنفس المركز بنفس السويه الفنيه، هذا الشيء ممكن يساعدنا. طبعا اكيد عنا على المنافسه على البطولات ان كان الدوري وان كان الاتحاد الاسيوي او الكاس. اعاده بناء شخصيه الفريق طلب منا وقت، لكن الحمد لله يعني الوضع الى الان وضع جيد، وضع مقبول. بحاجه كنا مثل ما قلت فتره اطول للاعبين المنتخب يندمجوا مع اللاعبين الجدد بالفريق، لكن ان شاء الله بتكون الامور جيده. البدايه بالدوري دائما بتكون، لما تكون بدايه جيده وبدايه قويه بترفع من الحاله المعنويه، بتزيد ثقه اللاعبين بانفسهم، بتعيد الثقه والامل للجماهير المحبه للنادي ولهالفريق. متطلبات او لوائح الاتحاد الاسيوي انه يكون عندنا 30 لاعب، لكن بتعرف لوائح الاتحاد الاردني 25 لاعب. ان شاء الله ما بتصير عندنا اصابات خلال هالفتره وبيكون وضعنا جيد. كل اللاعبين الموجودين عندنا ثقه كثير كبيره فيهم، تجاوب اللاعبين كان اكثر من جيد، وهذا الشيء طبعا يحسب لهم خلال هالفتره الماضيه، وان شاء الله هذا الشيء بيترجم على ارض الواقع باثناء المنافسه ان كان بالدوري او على المستوى. طبعا اكيد التعامل مع البطولات المجمع يختلف عن التعامل مع البطولات لما يكون كل اسبوع مباراه او كل شهر مباراه. تصل الجاهزيه المطلوبه بحاجه، لما تلعب يوم لا او كل يومين والثالث مباراه، هذا بحاجه لعمل بدني كثير كبير من ناحيه الاستشفاء خلال فتره البطوله. طبعا انت بالقبل لازم تكون مهيئ حالك ومحضر بشكل جيد لتقدر تتعامل مع المباراه. تعرف عم تلعب مع فرق كلها جيده، رح تقدر تتعامل مع كل مباراة على حدة. دائما بكرة قدم ما في قوانين ومعادلات ثابتة، كل مباراة لها ظروفها وإلى معادلاتها الخاصة فيها. إن شاء الله نحن بنصل للبطولة ونحن بأتم الجاهزية. هلا عينا على الدرجة الأولى هي على الدوري، البطولة الآسيوية لسه في وقت، نقدر نعمل نتائج إيجابية، هذا الشيء بيساعدنا على أنه نتعامل مع البطولة الآسيوية بثقة أكبر، بروحية أحسن. هذا الشيء اللي عم نسعى له مثل ما قلت خلال هالفترة القادمة. طبعا بالنسبة لأن نحن صحيح بعيدين خلال الفترة الماضية عن الجماهير، لكن عم تصلنا إشارات المحبة من قبلهم وإشارات الدعم. أنا بطلب منهم دائما يدعموا اللاعبين، دعموا للاعبين، يعيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، الثقة اللي افتقدوها الفترات الماضية. طبعا بنوعدهم أنه إن شاء الله بنكون عند حسن ظنهم، نقدر نعمل الأداء والنتائج الإيجابية اللي هن بيتمنوها. نحن قلت أنه خلال هالفترة الماضية عملنا اللي علينا، بيبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى. جمهور الفيصلي جمهور عاشق محب لنادي، بيستحق أنه يكون عنده فريق منافس يلبي طموحاته، وإن شاء الله مثل ما قلت بنكون عند حسن ظنهم. تبقى هي كرة قدم، توفيق من الله، لكن علينا نقدم ما علينا ونقاتل على كل مباراة. كل مباراة بالنسبة لأنها هي تحدي جديد، ونحن إن شاء الله بنكون على الموعد وجاهزين.